صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الأحبة جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم في هذه المناسبة الطيبة، مناسبة ذكرى ميلاد سيد الخلق والأنبياء سيدنا أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في ذكرى ميلاد الشريف، ونحن اليوم في وضع لا نحسد عليه، لا أريد الحديث عن كمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي ملأ الدنيا كمالا، ملأها نورا، ملأها خيرا، وما عندنا من خير اليوم وعند البشرية من خير فهو محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. من أعظم النعم التي أعطاها الله تعالى للبشرية، ولا أقول المسلمين، هي نعمة الوجود المبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كانت بدايته في مثل هذا اليوم حينما أضاءت الأكوان وأضاءت مكة بذلك النور الذي قال عنه شاعر مسيحي، قال: غمر الأرض بأنوار النبوة، كوكب لم تدرك الأرض علوة، بينما الكون ظلام دامس، فتحت في مكة للنور كوة. اللهم صل على محمد وآل محمد. في مثل هذا اليوم تداعت أركان الظلم والجور. يقول المؤرخون: حينما ولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، سقطت بعض شرفات قصر كسرى، وانطفأت نيران فارس التي لم تكن قد انطفأت لمئات السنين. ما إن ولد هذا المولود انطفأت بعض هذه النيران، وجفت بحيرة ساوة التي هي أيضا في بلاد فارس. وهذه رموز، هذه رموز طبعا ذكرها المؤرخون بتواتر، هذه رموز على أن عهدا جديدا قد بدأ. مع هذا المولود سوف تنطوي صفحة الظلم، مع هذا المولود المبارك سوف يبدأ عصر النور وعصر التحرر من أي شيء، التحرر من عبودية الإنسان لأخيه الإنسان، عبودية التحرر من الظالمين من جهة، وعبودية ماذا؟ الانقياد إلى الخرافات والأوهام. كان الناس يغرقون في الجهل، تعرفون الجاهلية، كان الناس يغطون في الجاهلية، يرتكسون في الجاهلية، يقتلون أبناتهم وينهبون أبناء عمومتهم، ويعتدي قويهم على ضعيفهم، وهكذا حتى أن حربا 40 سنة تدوم بينهم لأجل ناقة، لأجل جمل، 40 سنة يقتلون ويتيتم الأطفال على لا شيء، على ناقة. تصور أي مستوى من الجهل وصلوا إليه. فجاء النبي الأعظم كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات رسمت لنا صورة لهذا النبي، تعطينا صورة كيف وماذا أمر به النبي، ما هي مهمته. هنا يبين القرآن الكريم: أيها الناس، هكذا كان النداء، أيها الناس أنتم حظتم بهذا الشرف أن أصبحتم من المسلمين. لكن هذا هو كل شيء؟ لا، هذه البداية، فأين النهاية؟ النهاية أن تكفوا المسير، أن تستمروا بهذا الطريق.
البداية أنا أصبحت مسلمين الحمد لله عز وجل، ولكن ماذا عن تعاليم هذا النبي؟ نحن اليوم المسلمين كلهم يقولون نحن نحب هذا النبي العظيم، كل المسلمين، ولهذا في اتفاق كل واحد مسلم اليوم يمكن عنده إمام، يمكن عنده مسؤول، يمكن عنده قائد، لكن النبي كلهم يتفقون عليه، كل المسلمين يحبوه. لكن أي نوع من الحب؟ الحب الذي يقتل الآخرين من أجله، هذا هو حب. الحب الذي ينشرون الكراهية باسمه، هذا هو الحب. الحب الذي ملأ الأرض دماء وآلاما ودموعا باسم النبي، هذا هو الحب. إنه الجهل، إنه التخلف، إنها الجاهلية التي حاربها النبي العظيم. نحن اليوم على أعتاب هذه الفترة التي عانى منها النبي، نفس الشيء. النبي عانى من قومه، وعانى من أولئك الذين نقول عنهم أنهم جهلاء، لكن اليوم عندنا ناس يا رجل جاهلية، حتى الوحوش نعم تتبرأ منهم، هؤلاء الذين يقتلون باسم النبي وباسم الإسلام، حتى الوحوش الكاسرة لا تفعل فاعله. سأتحدث باختصار شديد عن بعض اللقطات في حياة النبي. أول نقطة وأهم نقطة هي تضحية النبي العظيم. أيها الأحبة، النبي ما جاء كل شيء له كان ميسر ولم يمشي على طريق مثل الورد. الحجارة أصابته، والشوكة أصابه، والأذى أصابه، والشتم والسب أصابه، كل شيء تحمل من أجل أي شيء؟ من أجل دين الله عز وجل. فلم يكن مرتاح يعني، لا، تحمل كل شيء، ولكن لم يتراجع قيد أنمله، هذا المهم. نحن اليوم لما نسمع اليوم العالم يخاف من الإسلام، في إرهاب، في قتل في فرنسا وفي أي مكان، بعض الناس يبدأ يخاف أنه والله إحنا مستهدفين، يمكن يتأذونا. النبي لم يتزعزع، لأنه أهم شيء عنده هو دينه، أهم شيء عنده هذه الرسالة. والله لو وضعوا الشمس في يمينه، يقول لعمه أبي طالب لما جاء إليه من قريش طلبوا منه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله ولك دونه. ما مستعد النبي تراجع ولا شبر واحد. نحن أتباع هذا النبي، إذا نحب النبي لابد يكون هيك، تمام؟ إذا نحب هذا النبي فعلا نود أن يكون دين هذا النبي بالنسبة لنا خط أحمر، لكن لازم نفهم الدين أول، مو نصور الدين نروح نقتل الناس، لا، أن نفهم هذا الدين، أن نتعب، أن نشتغل على هذا الجانب، ثم ندافع عن هذا الدين. النبي حاربه أولئك الأجلاف اللي سميهم بدو، حاربوه، وحاربه الأعداء الخارجيون. كان يعيش في ظل قوتين عظيمتين، قوة كسرى وقوة ماذا؟ الرومان. قوتان، ما الأرض إلا قبضتان، فقيصر يدحرجها بيد وكسرى في يدي، نطحت رؤوسهم السحاب ففلها للأرض يوم الفتح يوم محمد. صلي على محمد وآل محمد. كان يعيش تحدي كبير منا قوة بلاد فارس، حضارة كبيرة، ومنا بلاد الروم إلى جواله، لكن عشر سنوات سوى أقوى قوة بالمنطقة، أقوى، مو بالمعجزة، ها، لا أحد يقول النبي هذا ما فينا نسوي شيء، مو بالمعجزة هذا، بلا أبدا. النبي ما اشتغل بالمعاجز، نعم في معاجز، لكن ما اشتغل بالمعاجز، كان يشتغل ضمن تخطيط وضمن عمل، ويشتغل ليل نهار. الله تعالى خاطب من فوق السماوات بالعرش يقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كل ما تخلص من مهمة بلش الثانية، ما تقول خلص كبرنا وكلا خطيرنا، اشتغل إلى الموت إلى آخر لحظة. كان النبي لا يعرف الملل ولا يعرف الكلل، وهذا درس لنا جميعا. الصورة الثانية وباختصار وهي تعامل النبي مع قومه مع أصحابه. نحن اليوم نعاني من مشكلة في هذا، كثير من الناس المؤمنين المصلين الصائمين الحجاج الطيبين، ولكن إذا أقل زلة من أخيه ما مستعد يتحمله، رأسا يبدأ يبلش يقطع الفواصل بينه.
النبي علمنا صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه كان يأذوا بعضهم، كما في القرآن الكريم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يجون وراء البيت ويصيحون يا محمد كما يفعل اليوم جماعتهم أتباعهم. فكان يتعامل معهم بالرفق واللين، وكانوا محاصرين في المدينة حتى لا يجدوا طعاما، ثلاثة أيام بالمدينة بعضهم طعام ما يذوقه، إلى حال الحالة وصلوا. ولكن كان يهدئهم، كان يطمئنهم صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج معهم في سفر وأرادوا أن يأكلوا شيء جابوا بالنار ذبحوا شاة ثم جاء الصحابة يشتغلون معه حتى يسوون أكل. لا يقبل هذا النبي، وهو النبي وهو القائد وهو العظيم وهو أفضل خلق الله، لا يقبل كما يفعل اليوم بعض الناس أنه جالس مثل الطاووس والناس خدمة، ما يقبل هذا الشيء. كان يأتي يقول إذا أنت عليك سلخها وعليك طبخها أنا علي جمع الحطب، أنا ساعدكم حتى لو نبي، علي جمع الحطب. أيها الأحبة علينا أن لا نصنع طواغيت، نحن بعض الناس إحنا نسويهم طواغيت، انظر نمجد بالإنسان ونفخم به ونعظمه حتى لو يستحق، علينا أن نعطيه حجمه، كل واحد نعطيه حجمه مع الاحترام طبعا، ولكن لا ننسحق أمام العناوين في كثير سواء كان سياسي أو ديني أو غير ذلك. علينا أن نعرف أن نبينا كان هيك عايش، نبينا كان بمنتهى التواضع. فقال لهم أنا أكفيكم جمع الحطب، أنا أيضا أساعدكم أنا معكم. وهذا جدا مهم لكل من عند منصب، أي منصب كان سياسي أو ديني، قائد كان، معلم، مدير بمؤسسة يشتغل، عليه أنه أن يكون يفتح قلوب الآخرين، يعني مفتاح قلوب الآخرين هو هذا الأخلاق العالية، ما في شيء آخر. اترك العلم واترك المصاري واترك إيش كل شيء، الإنسان قيمته بأخلاقه، اللي ما عنده أخلاق لا يساوي شيء في مقياس الإسلام. وإنك لعلى خلق عظيم، الله مدح النبي عند النبي آلاف ملايين الصفات ولكن مدحه بالأخلاق. نحن مش معقول واحد إنسان يزعل ويتأذى من واحد مثلا بعدين ينظر له نظرة بريبة ونظرة يحمل عليه شيء من الضغينة والحقد، هذا لا يقبل. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه، يربيهم على أنه أول شيء آخى بينهم، خلاهم أخوة، اللي جاي أحمر وأسود وأصفر، كل واحد من عرق، كل واحد من قبيلة، كل واحد من بلدة، كل واحد من ضيعة، جمعهم تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلي على محمد وآل محمد. وأخيرا عبادة النبي، نحن نعيش في وضع في ظرف وفي أجواء مادية، اليوم أكثر الناس يمكن القضايا الروحية لا تعني له شيء أبدا، ما تعني له شيء، لا يفتح قرآن النبي، هذا القرآن كتاب النبي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. القرآن الذي لو نزل على الجبال لتصدعت وتهشمت وتلاشت، لم يحتمله أحد، احتمله هذا القلب الكبير. تصور هذا القرآن نزل شو حتى نخليه بالرف، لا حتى نقرأ بالأسابيع، حتى نتعلم منه، حتى نقرأ ونطبقه بحياتنا، حتى نقرأ لما يأمر بالمعروف عن المنكر، حتى لما أشوف أنا فيه المنكر لازم أحكي، لازم أحكي. شفت صورة على الفيسبوك اكتب شيء تعليق عليها، ما دخل ما دخلني. هذا هو حب النبي، هذا هو دين النبي. لما أرى منكر أقول كلمة، لما أشوف معروف مفقود أقول أعمل المعروف. بهذا النبي صار، نعم صار بهذه المرتبة، كان يدعو قومه، لا يهادل لا يجامل، في الحق يقول كلمة الحق، إن شاء الله يكون ابنه، إن شاء الله يكون زوجته، كذا بيه، أي واحد يقول كلمة الحق. ولا تأخذوا في الله، ولهذا الناس كرهوا أهل البيت، نعم لهذا كرهوا أهل البيت، كرهوا الإمام علي عليه السلام. لماذا؟ شو ناقص الإمام علي؟ ناقصه شكل، ناقصه قوة، ناقصه الآن ده راح الشاب عنده عضلات كل الناس تحبه يكون، صحيح؟ كل الشباب يعتبروا هذا cool. زين طيب الإمام علي شو؟ أبو العضلات، أبو القوة. كان الشجعان يتغنون باسمه، إلى اليوم بعض الرياضيين الشيعة ما يبدأ الرياضة، هناك رياضة سموها رياضة القوة، سموها الزورخانة بالإيران، هذا ما يبدأون إلا باسم علي عليه السلام، رمز القوة. حتى غير الشيعة يكتبون اسمه على سيوفهم، يتفائلون بالنصر. طيب
ما نقصهم شيء. لماذا كرههم الناس؟ لأن الناس أكثر الناس يشوفون الحق ولكن يخافون منه. ليش؟ لأنه الحق ضد مصالحهم. ما بده هو، هو بده مصلحته، ما بده الحق. يقول أنا أحب الحق، لكن لما ينضرب مع مصلحته يقول شو بدي بالحق هذا، أدعس عليه ولو جاء من الله عز وجل. وهذه مشكلتنا الآن، نحن نعيش وراء الأمم لأنه هذه المشكلة. أن نبصر الحق أولا، وهو سهل، الحق موجود مثل النور، الناس كلها ترى نور الشمس، ولكن المشكلة أين؟ أن يخاف الإنسان من الحق لأنه ضد مصالحه وضد أهواءه وضد شهواته. هذه المشكلة، فعلينا أن نبدأ من هنا حتى نكون مع هذا النبي، أن نبدأ من هذه النقطة لنحمل، نكون مشعل. هذه الرسالة ما جاءت حتى تترك هكذا، جاءت حتى تحمل. من يحملها؟ الله يجيب من السماء ملائكة يعني؟ لا، الناس يحملوها. نعم، إذا الناس ما توفقوا إلى هذا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا العرب تخلوا الله يجيب ناس من إيران، الإيرانيين تخلوا الله يجيب ناس من الهند، مو صعب عليه. هذه رسالة الله عز وجل. من الذي يحصل على الشرف هذا؟ هو هنيئا له. أما يتخلى يقول ما دخلني أنا، أنا إيش دخلني؟ أعيشين في غير زمان، هذا سوء توفيق، هذا سوء حظ. الله عز وجل لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. هذه رسالة نبينا، هذا هو حب النبي. أما نقرأ شعر ونمدح، طبعا جيد هذا، ما أقول غلط، إن شاء الله الآن نجي للأخ ويقرأ، لكن مو كل القصة هذه. القصة، كل القصة أنه ماذا عرفنا عن نبي محمد، ماذا قرأنا منه، كم حديث قرأنا عنه، كم حديث طبقنا من أحاديثه. كان يقول لسلمان، أختم به الحديث، يقول لسلمان يا سلمان كيف، كان يقرأ المستقبل، مو يقرأ كيف، يقرأ المستقبل، كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كتداعي الأكل على قصعتها. لما يجيبوا أكل الناس بيأكلوا بشراها يعني. قال يا رسول الله أو من قلة ذلك، يعني في يوم من الأيام نحن قلال يعني. قال لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني لا قيمة لكم، غثاء كغثاء السيل. قال بعد أعطيك شيء يا سلمان، قال ما هو؟ كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا. هذا مش عم يصير الآن، مش عم يصير الآن. الإنسان اللي يكون محافظ على نفسه ودينه وكذا، الناس تضحك تسخر عليه، موجود. بعد أسوأ من هذا، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. يأمر بالمنكر يقول تعال، في عندنا جلسة، في عندنا كذا، في عندنا شيء نسويه، ليش ما تجي؟ يأمره بالمنكر. قال له سلمان يا رسول الله ما الحل؟ شو هو الحل؟ هذه المشكلة، أين الحل؟ قال الحل القرآن، هو شافع مشفع. ارجعوا للقرآن، اقرأوا القرآن، افهموا القرآن، طبقوا القرآن، هذا الحل. والحل بين أيدينا أيها الأحبة. في ذكرى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم والإمام الصادق عليه السلام، الذي إن شاء الله نؤجل الكلام إلى يوم غد الجمعة عن الإمام الصادق عليه السلام، نسأل الله عز وجل أن يعطينا عزة وقوة وينطينا التزاما بنهج هذا النبي العظيم، ويرزقنا ولاءه واتباعه واتباع أهل بيته الطاهرين، ويرزقنا شفاعته بحق محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.